ما شاء الله. يعني هو يريد يقول أن الذي يشرب خمر لا يصوم. وبعض الناس يقول جزاك الله خيرا، يشرب خمر حتى لا يصوم. لا، الذي يشرب خمر نقول مسلم ما تشرب خمر، نمنعك عن شرب الخمر وتصوم ولا بد، ونساعدك، لا نتركه يمشي مع أصدقاء السوء، حتى لو أن يعني تكون معه أغلب الوقت حتى لا يذهب لشرب الخمر. لابد يا أخواننا نتعاون. لأن بعض الناس هو يريد منك أي عذر حتى لا يصوم. لا، لا نفتح لهم أعذار، نغلق الأعذار، نقول تترك الخمر وتصوم ولا بد. يا ركزوا كده.